هل تنجح بريطانيا في إنشاء أول جيل خال من التدخين؟ مجلس العموم بات أقرب إلى ذلك، إذ صوت كمرحلة أولى مع مشروع قانون يمنع بيع منتجات الطبخ لكل المواليد بعد عام 2009، مثيراً جدلاً محتدماً بين مؤيدين للقرار ومشيدين بأثاره الإيجابية من جهة، وآخرين معترضين على تدخل الحكومة في خيارات الناس من جهة ثانية. لكن وزيرة الصحة تصر على أن القرار يحرر الناس من الإدمان. النيكوتين يسلب الناس حريتهم في الاختيار، والغالبية العظمى من المدخنين يبدأون التدخين عندما يكونون صغاراً، وثلاثة أرباعهم يقولون أنهم لو أعادوا عقارب الساعة إلى الوراء لما بدأوا التدخين. آراء الناس متفاوتة أيضاً بشأن المنع، وإن تكن غالبيتها تميل إلى رفض التدخين. لا أعتقد أنه يجب منع التدخين. أنا ضد التدخين طبعاً لأنه سيء لصحتك، وكل من يدخن يعلم ذلك. لكن أعتقد أنه كلما حاولت الحكومة السيطرة على ما يفعله الناس فإنهم يصبحون أقل سيطرة على ما يفعله الناس. يجب أن نمنع السجائر الإلكترونية قبل السجائر العادية، وإذا كان تدخين السجائر العادية سيء لك فإن الإلكترونية أسوأ بكثير. وبحسب الحكومة فإن التدخين مسؤول عن 75 ألف موعد مع الطبيب العام كل شهر، ويودي بحياة حوالي 80 ألف شخص سنوياً. ورغم تأييد أغلبية النواب المشروع، إلا أن البعض حذر من ثقافة الحظر وتداعياته على إنعاش التجارة غير المشروعة. التدخين في بريطانيا لم يعد عادة جذابة. الفضل ربما يعود إلى قرار منع التدخين في الأماكن العامة عام 2007، والذي تغيرت معه النظرة إلى التدخين كعادة منبوذة وسط انتشار الوعي لمخاطره على الصحة العامة. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.